مساء الخير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله جيتكم موديل جديد، موديل تاع البابيون ولا موديل تاع فيونكا، طريقه جديده. نحتاج كاول شيء يعني الى قطعه مستطيليه يعني بهذا الشكل، طول تاعها 60 سنتيم والعرض 15 سنتيم. اول خطوه نقوم بها كالعاده هي ان نخيطوا ونثبتوا القطعه تاعنا بهذا الشكل. هنا بعد ما ثبتها كامل بلي بانجل، اول خطوه ثاني ولا عفوا ثاني خطوه نقوم بها هي نقيسوا منا للهن 4 سنتيم. هنا قست 4 سنتيم كما قلت لكم بهذا الشكل 4 سنتيم. نفس الطريقه نقيسوا منا 4 سنتيم. بعد ما حددت منا 4 سنتيم من الطرف الاخر 4 سنتيم، راح نحدو هنا 1 سنتيم من الفوق يعني بالجهه المفتوحه. هنا حددنا 4 سنتيم وهنا 1 سنتيم في الجهتين. الان نربطو بين هذه النقطه وهذه النقطه. هنا حددنا بين طرفين بين نقطتين 4 سنتيم 1 سنتيم في كلتا الجهتين. الان نروح نخيطو هذا الخط ونخيطو ايضا هذا المستطيل كامل، نخليه فقط فراغ منين نقلبوا القماش تاعنا. نعاود نولي لكم ان شاء الله. هنا بعد ما خيطت هذوك الاطراف وخيطت ايضا يعني في الجهه هذيك الطويله وخليت فراغ طبعا باه نقلب القماش تاعي، راح نتخلص من هذيك الخيوط الزايده بهذا الشكل ونقص هذاك القماش اللي راهو زايد ايضا يعني اللي كنت خيطت فيه. كما كنت قلت لكم 4 سنتيم من تحت ومن فوق 1 سنتيم من الجهه المفتوحه. هذا هو اللي راح يجي من تحت في الفيونكا تاعنا او البابيونا تاعنا. هنا البنات نقلبوا القماش يعني تقلبيه باي حاجه بالمقص ولا باي، كل واحد وكيفاش يستعمل الامر هذا يعني كل واحد وكيفاش يقوم به. البنات هذه البابيونه تجي تهبل في القماش، تجي باهيه في الساطه، تجي باهيه وسهله كما على بالكم. قطعه واحده فقط راح تدير لكم هذا البابيون. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما كملت حددتها، وهنا ايضا راح نعاود نستعمل معكم فقط هذا الباتاكس. مانيش حابه الخياطه تبان لي من الفوق، حابه ندير يعني حاجه تكون فينيا ما فيهاش الخياطه بهذا الشكل. بالنسبه للصقه هذه البنات كنت شريتها 25 نرف وكل بلاصه وكيفاش يبيعوها. هذه اللصقه البنات لازم تصبري عليها باه تنشف، يعني ما تنشفش ثمثم، ماشي ثمثم تروحي تفتحيها ولا تخليها تنشف شويه باه تروحي ديري حاجه واحده اخرى. هنا بعد ما تاكدت بلي اللصقه بدات تنشف، طويت بهذا الشكل باه نحدد المنتصف تاع القطعه تاعي، باه من بعد راح على حسابو راح نخيط بالبرا والخيط. كيما راكم تشوفوا سيرتو في الساطه، في الساطه يبان بزاف كي طبقوها يبان هذاك الخط تاع الطوي.
بالنسبه للقماش ننصحكم تستعملوا طباشير ولا قلم ولا المهم. هنا البنات كما راكم تشوفوا طريقه تاع عمل بابيون. بابيون درت الطرف هذاك الجهه اليسرى هو الاول، بعد درت الجهه اليمنى به الشكل هذاك تاع الجهه اليمنى يجيني من الفوق، من بعد كي ندير بالخيط والابره. انا حبيت هنا نثبتهم بالليبانجل باه ما يتحركوليش. وشوفوا تاكدت بلي الطرفين راهم قد يعني الجهه اليمنى واليسرى كيف كيف. وايضا حاولت باه نحدد المنتصف تاع هذوك الشراشيب اللي جايين من تحت. هنا كما راكم تشوفون نجيب الابره والخيط وندير في هذاك الخط بالخيط حتى نلحق الفوق، ونعاود نكمل معكم ان شاء الله. هنا بعد ما ندخل الخيط كامل راح ندور بالخيط نفس الخيط اللي خيطت به، ندور مليح مليح يعني باه نثبت البابيون تاعي، ونحاول باه نعدلها بيدي، وبعدها ندير عقده باه ما تفتحليش هذيك الخياطه. البنات انا كي نخيط نعاود نخرج البرا من الطرف الاخر ونقصها، يعني ما نقصهاش وين درت هذيك العقده باه ما يبان حتى خيط برا. هذا هو الشكل تاع الفيونكا. دوك نروحو نديرو القطعة الأخرى اللي يجي في الداخل. القطعة الأخرى البنات على حساب العرض اللي تحوسو ديروه. أنا العرض تاعها درتو 5 سنتيم، عفوا 8 سنتيم على 10 سنتيم، بصح من بعد نقصت من هذاك الطول يعني جاتني طويلة بزاف دوك تشوفو. وأيضا نفس الشي استعملت الباتاكس بعد ما حددتها وحددت الأطراف اللي راني رايحة نرزقهم في بعضهم بهذا الشكل. البنات نتوما لعتو حابين تخيطوا خيطوا وقلبوا هذيك القطعه، بصح هنا انا ما حبيتش نخيط كيما على بالكم عندي هذيك القطعه فيها السورجي صافي ماهيش راح تفتح لي. هنا حبيت نثني هذيك الثنيه باه تجي شابه. هنا يبقى الامر اختياري، تحبوا ديروا بروش، تحبوا ديروا شوشو، تحبوا ايضا ديروا هذوك المساسك اللي يتباعوا ايضا. وكاين هذوك ثاني لي شوشو صغار تاع الاولاد اللي فيهم الالوان بزاف، هذوك ايضا يصلحوا تقدروا ديروهم. انا فقط حبيت نوريكم راح نخليها هكذا ومن بعد نديسيدي واش ندير فيها بروش ولا حاجه اخرى. بصح هو من الافضل تستعملوا فيها بروش خير باه تقدروا تحطوها في الشعر وين تحبوا. هنا بصراحه جاني صعيب شويه باه نلصق هذيك اللصقه كما قلت لكم ما تلصقش تمثم، وليت استعنت يعني بالسيليكون، وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. شوفوا البنات درت لها هذوك لي بيرل صغار يعني ما حبيتش نكثر، حبيت نخليها سامبل. وايضا كما نقولوا هذاك الشوشو ايضا درت له لي بيرل باه يكون كما نقولوا طقم زوج يعني بابيون وشوشو تاعها. شوفوا الشكل تاعو كيفاش جاي يهبل. بالنسبه لسعر البيع البنات راهم يقولوا يعني والله ما على بالي ما عنديش خبره في البيع سعر البيع شحال، راهم يقولوا شوشو هكا راهو يدير 10000 12000 15000، بابيونات دير 15000 حتى 20000 على حساب البروش اللي ديريه. المهم هنا ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، نخليكم في امان الله.